متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. استقطبت مشاهد نوميديا لازول في مسلسل بابور اللؤلؤ مشاهدات عالية. نوميديا لازول وأثناء تأديتها المشهد الأخير في بابور اللؤلؤ تعرضت إلى حادثة سقوط. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارت.